تستمد اسمها من الشمس، وهي حصينة ويصعب اختراقها من قبل الغزاة. قلعة شميميس تم تشييدها من قبل أسرة شمسغرام في أواخر العصر اليوناني، وسميت شميميس نسبة لهذه الأسرة، وظلت هذه القلعة متألقة طيلة العصر الروماني والبيزنطي. القلعة تعود بجذورها كتواجد سكني للعصر البرونزي الحديث ما بين 1600 حتى 1200 قبل الميلاد، نتيجة وجود بعض الفخار الذي يشير إلى هذه المرحلة. لكن بناء القلعة الحقيقي هو تم في أواخر العصور ما قبل الميلاد، يعني أواخر العصر الهلينستي وبداية العصر الروماني. قام بنائها أسرة شميميش غرام، هي الإمارة العربية التي قامت بحمص ما بين 96 قبل الميلاد حتى 79 ميلادية، وبانيها هو الملك شميميش غرام الأول الذي حكم ما بين 65 حتى 44 قبل الميلاد. إذن هي بنيت في أواخر العصور الميلادية ما قبل الميلاد. تعرضت هذه القلعة للتدمير وأعاد بناءها سلطان بيبرس، وتكمن أهميتها في مراقبة الطرق والمارة وفي إشرافها على مدينتي حمص وحما. القلعة هي من أجمل القلاع بسوريا، تقع على قمة جبل منفرد الحقيقة على قاعدة بازلتية. قال عنها الملك الشيركوه الثاني بأنها ماردين الشام، لأنها تشبه قلعة ماردين في الأناضول، هي عبارة عن تشبه التاج على جبل مخروطي كأنه جبل بركاني. طبعا القلعة مدمرة بشكل شبه كامل حاليا، يعتقد بأنها عبارة عن طابقين القلعة، وفيها حوالي 9 أبراج مدمرة، لم يبقى منها إلا أجزاء من بعض الأبراج. القصر الموجود في القلعة الحالي هو بأبعاده 35 ب35، لم الحقيقة القلعة لم تخضع لتنقيب منهجي سوى بعض الحفريات يعني مؤخرا التي لم تعطي نتائج واضحة، إلا أنه لها جدران متداعية وأبراجها كانت بارزة نوعا ما بحجارة صغيرة. فيها خندق يحيط بالقلعة، وفيها بعض فيها بئر ماء الذي كان يعتقد بأنه من هذا البئر كما يتم ملء هذا السور أو الحفرة المحيطة بالقلعة. القلعة حاليا متداعية الحقيقة، تحتاج للتنقيب، لكنها يعني تشهد على عراقة هذه المدينة بجمالها، بالخندق المحيط بها، بما تبقى من أبراجها. الحقيقة هي تحتاج للتنقيب، وأعتقد إذا حدثت لها عملية تنقيب سوف نكتشف الكثير من أسرار هذه القلعة التي كما نقول تشهد على عراقة هذه المدينة، وتشهد على أنها كانت مدينة الشمس، لأن بنيها أو بناتها الأوائل هم أسرة شميميس غرام، هي الأسرة العربية التي كانت يعني حقيقة تسيطر على المنطقة الوسطى في أواخر كما قلنا القرون ما قبل الميلاد والقرن الميلادي الأول. قلعة شميميس الرابطة كالنسر تختزن تاريخ مدينة السلامية، فهي شامخة بشموخ قلعتها التي تشهد على تاريخ وأمجاد المنطقة. للأخبارية السورية محي الدين فهد.